يا الحاج اليوم يموت الشبيله اليوم صايا العدافي صايا في كل شيء عبد الله هاي السلام عبد الله بركات واش راك لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله اليوم راه جيناكم زوار لهنا المرشي تاع الحجه لا لا مرحبا بكم يقول حاجه عندنا السردين حراي السردين سيدي تحوسي كام ما تسيبيش راني نبيع فيها 50000 كاين كيلو هاد البيضه ايه 150000 كاين الحمراء هذه 150000 كاين 150000 بيضه كاين هاي بيضه كاين حمراء عندك هذه بلاطي يعني كاين بلاطي هذه بلاطي 80000 تاع بوراك الناس اللي كيبغي يدير بوراك كيبغي يدير لا لا السوق فهمتي كاين الكريمات رويال هذيك فهمتي 350 نبيعوا فيها كاين دورات 110000 110000 دورات مدي كاين 100000 كيف كيف كاين تاع 60000 كاين تاع 50000 من هيك وكاين الحاجة اللي كنلقي تاع الزوالق 30000 خلي شاب ياكل كاع رقيق هذاك غالية شوية سلام لا لا نبيعوا بنسبة جهات أخرى وبنسبة هنا ما كاينش الحوت راه كاع 48 ولاية هنا هنا سيرتو جهتنا هنا ما تيبيش الحوت كيما رخيص ما في حجو وعلاش جوستومون يهضروا هكذا باللي في حجو سلام قال لك حنا سلاح كنا نخدموا ماشي نخدموا باش نكسبوا حوايج دراهم وشاف نخدم 5000 منا 10000 فرق منا كاين اللي ما تخدمش كيما كيلو روايه هذيك ماشي 350000 نخدموا باطي باطي بدراهمها فهمتي البيضه اللي شحال 145 دايره 150000 الحمراء كيف كيف 150000 شو تجيب لها شبيح في شرشال اليوم انا شيتها بعتها لتيبازا 200000 بعتها لهم 210 150 صح انا عندي طريق نستناهم يخرجوا كاع نشرو رخيص ونجيبوا لخاوتنا فهمتي كيما الكرافات هذيك اللي يبيعها في البوار تروح تلقاها 200000 هذه 200000 يبيعها على قدر جمله بصح انا حجوت دائما هكذا كيما الدورات هذه تنباع 110000 جمله حنا نشرو رخيص الحمد لله حنا نزدنا في دي الصنعه فهمتي ونجيبوا للناس الناس يشرو الناس الله يبارك في حجوت حنا في حجوت من الحمراء يجوا من الحمراء العين اللي هنا يجوا ياخذوا عليا انا حجوت من الحمراء العين من الحمراء العين الحمراء العين ايه جي لهنا باش جاي جاي من عنده كيف اللي بخي عنده السومه عنده مليحه باغابوغ جهه واحده؟ لا هذا بعد خدمتي بازا خدمنا تحت. خدمتي بازا شحال خليت السومه؟ انت خير خير عندي معايا خدمه ما يقولوا خير من انايا. لا لا نجاوب هذه لا رويال هذه جاي يشوفها زعما هذه اي واحد اللي بيحاز 350000 يجي لي الحاج ونعطي له 3 كيلو باسكو هذه 350000 في شرشال يشبعوها لهم 400 انا جيت 350 نجيبها بونيس لخاوتنا وراك تبيع فيها 350 كثر خير ربي فهمتي عندنا فايده في السردين عندنا فايده في حاجه اخرى فهمتي وحنا في هذو لي زونفيرو ماكش يقدر لنا في حجر حنا ما نخدموش كيما نقولوا كازي حنا نخدموا 20 فهمتي انا في طحن كيما نقولوا بارك الله فيك انا في تيبازا وما علاش يبيعوا غالي خدموا كازي اختي بصح حنا لا لا شوفي السردين ها من هي. كيما اليوم شحال جبت و ابخي قربت خلاص كيما الله يبارك انا واش جبت منها بزاف فهمتي الحمد لله تروح لتيبازا درك تضربي طله تلقاي سردين 100000 هنا 60000 تسمى الناس يجوا لهنا يا باش يشروا هنا وزيدي شويه تلحق علينا الزوج ثلاثه احنا ما نبيتو السلعه الغدوه تولي لا بغا من تحت راس المال المهم بارك الله فيك عمرنا لا كلاسينا حاجه ما تباتش انا ما تباتش انا شوفي انا منحلف لك انا هذا كاين اربع شغل اللي نخدم معاه ما تباتش يعطيك الصحه ربي موفق لا باه ما تباتش ماشي ربي يقدركم ربي يقدر يعطيك الصحه سعد عمر ما بيكم ان شاء الله هذا شبك صاحب واي واحد يجي الحجوت يشوف السومه اللي يقدروا يقولوا ذو اليامات الحوت ما كاش قطعتوا في الحوت كاين زيدوا تشوفوا ما خير يعطيك الصحه يا بارك الله